امير عبد الحميد. يا كابتن امير مساء الخير عليك، مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله كله كويس. تمام. عايزين نستعيد معاك ذكريات برونزيه كاس العالم يا كابتن امير، وانت شاركت في هذه المباراه كمان بالتحديد، وانجاز كان كبير جدا بالنسبه لكم في هذا التوقيت وبالنسبه لكل المصريين يعني. بص يا امير، هو طبعا بالنسبه لنا كان انجاز كبير جدا كاهلاويه وكمصريين وفي الوطن العربي. كنا بنمثل طبعا كل حاجه، مصر ووطن عربي وافريقيا، وان احنا نعمل انجاز كويس جدا ان احنا ناخد ثلاثة العالم. ويمكن كمان احنا يمكن خسرنا في السيمي فاينل من انترناسيونال 2-1 بالعافيه، بالظبط. وكنا ممكن نوصل الفاينل نلعب مع برشلونه، كنا ناخد ثاني العالم مثلا على الاقل. طب وليه ما كناش خدنا كاس العالم؟ وكنا ممكن ناخد وارد. بالظبط، انا بتكلم على اللوجيك يعني، منطقي شويه. فالقصه كلها ان احنا طبعا كان قبليها في كاس العالم، يمكن احنا في كل كاس عالم او كل مناسبه لكاس العالم كان بيبقى متواجد النادي الاهلي، ودي كانت حاجه حلوه جدا لينا، مش مشرفه بلدنا. وفي نفس الوقت الناس خلاص عرفت النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان معروف افريقيا وعربيا طبعا طبعا، لكن عالميا كان بعيد شويه، كان بعيد شويه. لكن احنا كنا بنلعب طبعا مع ريال مدريد وبرشلونه وبنلعب ماتشات عالميه، لكن التواجد ليك مشرف ليك انك انت تلعب في كاس العالم للانديه، العالم كله بيتفرج عليك. يمكن كل مناسبه كنا من النادي الاهلي متواجد فيها، ولكن ما كناش اول كاس عالم للانديه، ما كانش فيه توفيق. اخترنا في ماتش اتحاد جده اول بالظبط سنه واحنا فيها محمد نور، وبعدين بعديها على طول خصوصا في 2005 يا كابتن امير كانت الامال منعقده بشكل كبير جدا ان احنا نروح نجيب ميداليه في كاس العالم، يعني ان احنا رايحين ننافس على اللقب يعني، فالناس اتصدمت لما خسرنا مباراه اتحاد جده، فكان عندكم حافز كبير ان انتوا تروحوا كاس العالم تاني وتادوا المستويات الكبيره في 2006 يعني. بالظبط يا امير، بالظبط. هو هي القصه كلها، الناس كلها حاطه امل كبير، خصوصا ان انت عندك لعيبه على اعلى مستوى، جيل ذهبي زي ما بيقولوا. وكان الناس عندها امل ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم الانديه، ولكن ما كانش في توفيق. لكن احنا كان معانا طبعا اسطوره مستر مانويل جوزيه، عنده تحديات كبيره جدا ونقلها لنا من خلاله، وكده كده انت بتلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عندك تحديات. كان عندنا هدف ثاني اكبر ان احنا السنه او كاس العالم اللي بعديه نعمل حاجه، والحمد لله يمكن عملنا انجاز كبير جدا. بدات من مصر صفاقسي او افريقيا، والبطوله كانت صعبه جدا، ورحنا الحمد لله لعبنا وكسبنا اول ماتش، بالظبط. وبعدين كان هدفنا ابو تريكا، وبعد كده دخلنا على الجيت الناسيوناليه خسرنا بالعافيه، ولعبنا على ثلاث العالم. وكان ما فيش هدف ثاني لازم كنت الماتش ده نكسبه عشان على الاقل تبقى ثالث العالم، والحمد لله يمكن الانجاز بالنسبه لنا كان كويس. الناس كلها الحمد لله اتشرفت بيه كمصريين وكعرب طبعا طبعا، وفي كل الدنيا وكاهلاويه على المستوى الشخصي. فالقصه كلها ان انت الحمد لله عملت انجاز كويس جدا، ثالث العالم، العالم كله يعني فاكره، واحنا مصريين فاكرينه وكل الناس فاكراه. فالحمد لله كان انجاز كبير جدا يحسب للجيل اللي موجود. ويمكن رحنا بعد كده ما كانش فيه توفيق، ولكن النادي الاهلي معروف ان هو المناسبات الكبيره لازم متواجد اكيد، وحصل لنا تراب في الفتره الاخيره، ولكن ان شاء الله نتمنى ان احنا نرجع تاني ونحقق انجاز ان شاء الله. طيب فرصه انت معايا يا كابتن امير اتكلم معاك على منافسات النادي الاهلي هذا الموسم، سواء في البطولات المحليه او بطوله دوري ابطال افريقيا اللي احنا من خلالها بنحاول نرجع لاجواء كاس العالم مره ثانيه زي ما كنا بنستعرضها مع مشاهدينا الكرام منذ لحظات. بتشوف المنافسه ازاي بالتحديد في البطوله الافريقيه يا كابتن امير؟ بص يا امير، هو طبعا البطوله الافريقيه دي من اصعب البطولات. تشامبيونز ليج افريقيا، انت عندك اعظم فرق في افريقيا، ولهم اساميهم ولهم يعني اسمهم كبير جدا في افريقيا. النادي الاهلي طبعا، حتى النادي الاهلي في اسوء حالاته كان بيلعب فاينل مع الفرق الثانيه، ولكن ما كانش فيه التوفيق ان انت تحقق انجاز اللي هو طبيعي النادي الاهلي بيحققه. لكن مع الناس اللي موجوده والصفقات الجديده والجهاز الفني الموجود والاصرار، وطبعا تشجيع الجمهور الكبير العظيم بتاع النادي الاهلي للفريق والمسانده، ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يوصل، وان شاء الله احنا عندنا جيل كويس جدا جدا يقدر يحقق في افريقيا، ويحقق كمان ان شاء الله كاس العام اللي جاي يحقق انجاز. زي ما قلت لك يا امير، والنادي الاهلي موجود في كل المناسبات الكبيره، لكن احنا في اسوء حالاتنا كنا بنلعب فاينل ضد صن داونز وضد الترجي والنجم الساحلي. فطبيعي يعني النادي الاهلي في حالته اكيد هياخد البطوله ويحقق انجاز ان شاء الله. فاتمنى ان اللعيبه تفضل على المستوى ده والروح دي، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه جدا في افريقيا وفي بطوله محليه، واي بطوله النادي الاهلي يدخل فيها هو
طبيعي ان النادي الاهلي ياخدها يعني. بالظبط. الله التوفيق ليهم يا رب الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن امير. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير عبد الحميد، طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين واللي شارك في انجاز كبير بالوصول والحصول على الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه 2006.